السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي ندير معكم بريوش سريع التحضير. هاد البريوش غادي نحتاجو فيها المقادير اللي هي كالتالي. عندي هنايا بيضه اللي غادي نحتاج في البريوش، وعندي 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 2 خنيشات تاع السكر فاني، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره تاع العجينه، وعندي هنايا كاس ديال الحليب دافي مدفيه، ماشي بارد وماشي سخون بزاف، دافي. وهنايا عندي ربع كاس ديال زيت المائده، وعندي هنايا 2 كيسان ديال الدقيق. وبالنسبه للتزيين هاد البريوش غادي نحتاج بيضه، وغادي نحتاج واحد شويه تاع لي زاموند افيلي. الا ما متوفرينش عندكم لي زاموند افيلي في المنزل، تقدروا تعوضوهم بالزنجلان ولا اي حاجه متوفره في المنزل، ولا تقدروا تكتفيو غير بالبيضه من الفوق وتديروا غير البيضه بوحدها. بقاو معايا باش نقول لكم طريقه تحضير هذا البريوش. هنايا عندي في ان بول بحال هذا، غادي نخدم غير الطرابيه داري العادي. درت هذيك البيضه اللي غادي نحتاج فيها البريوش الوسط، وغادي ندير واحد الطويسه تاع الملحه، وغادي نزيد عليها دوك 3 المعالق ديال السكر، خنيشات تاع سكر فاني، سكر تاع لافاني، 2 خنيشات. بسم الله. نحرك مزيان، عاد نزيد الزيت والحليب اللي عندي، نخرب هاد البيضة مزيان، غنزيد الزيت دابا، ربع كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب دافي، انا كنعبر بكاس ديال العنبه، والمعلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره. نخرط هادشي مزيان، عاد نزيد عليهم داك 2 كيسان ديال الدقيق. دابا نزيد الدقيق اللي عندي هنايا 2 كيسان، بحال شكل ديال الكيكه العاديه. نزيد كاس زوج، نحرك مزيان، نضربها مزيان. هذا هو الشكل ديالها كي كتجي، هذا هو القوام ديالها. دابا نجيب المول اللي غنديرها فيه، هنايا عندي واحد المول اللي داير على هذا الشكل، دهنته بشويه تاع الزبده والدقيق، وغادي ندير فيه هذيك لابغيوش ديالي. تقدروا تستعملوا اي مول عندكم متوفر في المنزل. غادي نخليها نص ساعه حتى تخمر، عاد من بعد غادي ندهنها بالبيض، وغنزوقها بلي زاموند افيلي ولا الزنجلان ولا اي حاجه متوفره في المنزل. نغطيه ونخليه يخمر نص ساعه، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم كي غندير البيض ولي زاموند افيلي. من بعد ما دازت نص ساعة خمرت البغيوش ديالي، دابا غادي ندهنها بالبيض من الفوق، وغادي نزيد عليها لي زاموند افيلي، وغادي ندخلها للفران. طيب نكون ديجا انا مسخنة الفران كيف العادة بحال الكيك الفوق والتحت، ومن بعد نطفي عليه الفوق ونخليه نخليها طيب على خاطرها. صافي، ندير لي زاموند افيلي من الفوق. اي حاجه متوفره عندكم في المنزل ما مشروش لي زاموند افيلي، نقدروا نديروا الزنجلان ولا البافو، اي حاجه متوفره.
صافي دابا ندخلها للفران طيب ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديال البريوش اللي درت معكم اليوم، هذا البريوش كتحضر في وقت بسيط ويمكن تستعملوها للفطور او الكوتي. ونوريكم دابا غنقطع منها طريف ونوريكم كتجي رطبه وهشيشه كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها، كتجي رطبه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما قطعت منها طريف كي كتجي هكا منفوخه وهشيشه من الداخل ورطبه. نتمنى انكم تبارطاجوها مع الاصدقاء والعائله ودعموني بلي جيم لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك. وشكرا على المشاهده، في وصفات اخرى ان شاء الله.